ترقصي فرنجي يا توحة. فرنجي؟ ايوه، مش هما مش عايزينك ترقصي شرقي علشان حرية محمد ما تزعلش؟ خلاص ارقصي فرنجي. ارقص فرنجي ازاي بس يا ايزاك؟ دي بقى شغلتي، سيبيني اختار لك رقصة حلوة محدش رقصها قبل كده. انت بتتكلم جد؟ جد الجد كمان، وان شاء الله هختار لك حتة رقصة تجنني بيها مصر المحروسة. خلاص يا مدام، كل حاجة بقت مية مية. أنا صدعت. سلامتك يا حبيبة قلبي، تحب أعمل لك كوباية شاي؟ لا لا، أنا هقوم أنام. مدام، كنت عايزة أكلمك في موضوع. خير؟ عايزة أرقص فرنجي. فرنجي؟ آه، أنا قلت لإيزاك يدور لي على رقصة جديدة ويدربني عليها كويس، بس تكون حلوة كده وتشد الناس. مانا يلا اجهزي بيها وقولي لي. يا حبيبتي يا مدام، يا روح قلبي يا مدام، ربنا يخليك لي يا مدام. مش الله، وانت هتعرفي ترقصي فرنجي يا توحة؟ شوفي بقى، مهما كان صعب لازم اتعلمه. جدع يا بنت يا توحة، كان نفسي ابقى زيك. مش عارفه اقول لك ايه، أنا حاسة إن أنا اتخلقت عشان أبقى رقاصة، ومش ممكن أبداً هسيب حلمي يضيع مني أبداً. يا ريت كل واحدة تقدر تحقق حلمها. إن شاء الله ربنا يديكي على قد ما تتمني. الله، صحيح أخبارك إيه مع فؤاد الجزائري؟ أنت صحيح سبتيه؟ يا توحة راح لحاله. ولا يهمك، بكرة ربنا يعطرك في سيد سيدو. طب ده أنت ست البنات. وحياتك عطرت. نعم؟ هو في إيه؟ هو أنت ما بتضيعيش وقت أبداً يا جولييت؟ هو العمر فيه قد ايه يا توحة عشان اضيع وقت؟ ومين بقى اللي عليه القصد والنية؟ مين ابن الحلال؟ انت مين ابن الحلال؟ بس يا بنت حبيبتي، راجل زي القمر. ايوه، اسمه ايه؟ محمد جعفر. مين محمد جعفر؟ اخو مصطفى جعفر. قال يعني انا عرفت الاولاني لما اعرف التاني. مين مصطفى جعفر؟ ولاد جعفر مصطفى بتاع سينما ريفولي. يا بنت بتوع وسط البلد. نحن هنا. رحتي فين يا توحة؟ هروح فين بس يا جمالات؟ ما انا قاعدة مرزية جنبك هنا. يو، ومش طايقة نفسك كده ليه؟ ازيك؟ ازيك يا جمالات؟ قال لي انه هيدور لي على رقصة فرنجي، ولحد دلوقتي لا حس ولا خبر. يا اختي اكيد مشغول، اصل انا سامعة انهم بيعملوا مسرحية جديدة على مسرح رمسيس مع نجيب الريحاني. نجيب الريحاني؟ اه. وهيفتكرني؟ ربنا يستر ما يكونش نسي. طالما وعدك يبقى ان شاء الله مش هينسى. ازيك ده جدع، رواق انت بس كده وان شاء الله ربنا هيحلها. يا رب يا رب. ايزاك بونجور. يا ريتنا افتكرنا 10 جنيه بس يا بنت. انت ايزاك عندي بكنوز الدنيا كلها. انت فين يا ايزاك؟ وقعت قلبي. موجود اهو. اما يا توحة لقيت لك حتة رقصة فرنجي تجنن. بجد بجد يا ايزاك؟ الرقصة فانتاستيك. هي فين لايمني عليها؟ اخويا في باريس كان بيتفرج على فيلم امريكي كانت بتقوم ببطولته جينجر روجرز، وكانت بترقص فيه رقصة هايلة اسمها كاريوكا. كاري ايه؟ كاريوكا يا توحة، كاريوكا. هو أنا عارفة أنطقها لما هرقصها. أخويا اشترى مزيكة الرقصة ديت وبعتها لي مع النوتة. إزيك؟ أنت متأكد إني هقدر أرقص الرقصة دي؟ هترقصيها يا توحة وهتكسري بيها الدنيا، أنا عارف إمكانياتك كويس. إيه في إيه بس يا توحة؟ إيه اللي في إيه يا إزيك؟ رقصة جديدة يعني محتاجة أكيد بدلة جديدة. أكيد طبعاً، أنا علشان خاطرك مش هاخد منك حاجة، ولا في تصميم الرقصة ولا في التدريبات، وكمان هصمم لك البدلة اللي هتوديها عند الخياط ينفذها لك. أنت بقى عليكي البدلة والبيانيست اللي هيبقى معانا في التدريبات، وأنا جاهز أبتدي من بكرة. يا فرحة ما تمت، بدلة وبيانيست؟ هو أنا أطلع من نقرة أقع في تحضيرة؟ Thank you.
ازيكم يا ركان؟ بس حامد الحمد لله. انا شايفكم يعني بتدخلوا حاجات المخزن. كنا بندخل حاجات. حاجات ايه؟ احنا لا وقت محصول ولا مطلول الارض لا بذره ولا دواء. اصلنا كنا هنقول لك يا ريس عامر. تقولي لي ايه يا اسماعيل؟ ايه اللي دريتوه في المخزن؟ سلاح. سلاح؟ قنابل وبنادق. هنا في المزرعه؟ مخزنها هنا في المزرعه فتره لغايه لما نلاقي مكان امان عندنا. ينفع كده يا اسماعيل؟ ينفع كده يا محمود؟ اديكوا الامان وادخلوني. مش خيانه يا ريس عامر. امال تسميها ايه؟ تسميها ايه؟ تضحكوا على شبتي؟ تستغفلوني؟ كنا هنقول لك. والله العظيم كنا ناويين نقول لك يا ريس. تقولوا لي بعد ايه؟ بعد ما السلاح جه واتحط في المخزن؟ كلها كام يوم بس؟ مش هيقعد في المزرعه دي يا واحد. ما ينفعش نشيله دلوقتي يا ريس. زي ما جبتوه تشيلوه. خطر نشيله النهارده، ده احنا ما صدقنا جبناه بالعافيه. مش هيستنى هنا يا اسماعيل. ايه؟ عايزين تودوني وتودوا الست الغلبانه صاحبه الارض ورا الشمس؟ لحد بكره بس، لحد بكره يا ريس بس. مش بايدي. نسال صاحبه الشقه. سلاح؟ في ارضي؟ احنا ما لحقناش نستأذن ونقول لك يا ست مريم، الظروف اجبرتنا على كده. السلاح ده لو ما كانش اتنقل النهارده كان هينكشف ونخسره ونخسر معاه شباب زي الورد. احنا جمعنا السلاح ده في سنين شقا وعذاب بدمنا ودم عمك حسن، وطول ما الانجليز على ارضنا البلد هتفضل على كف عفريت. الوضع دلوقتي في البلد هادي، لكن ما نعرفش بكره مخبي ايه، وممكن البلد تولع في ثواني. واحنا لازم نبقى مستعدين، والا يبقى خسرنا فينا بق الميه اللي بنشربه من نيلها. احنا محتاجين منك بس كام يوم، كام يوم. بكره ولا بعده بالكتير، لحد ما نلقى مكان امان نخزن فيه السلاح. كفته عزوز. اتفضل يا ستي. يا باي طب قولي شكرا. ياه ما تنطقي يا بت، هم انا جايبالك سندوتشات سد الحنك؟ سيبيني والنبي يا جمالات في حالي لحسن، انا مخنوقه على اخري. وانت يا اختي قعدتك كده حاطه ايدك على خدك، هي اللي هتحل المشكله. البدله المطلوبه تمنها 6 جنيه، والوحيده اللي بتعملها مدام ماري، وبتاخدهم كاش، ما بترضاش تقسط حاجه لحد. 6 جنيه حته واحده؟ لا كتير. هم كتير صح؟ طب بقولك ايه؟ ما تيجي يا اختي نميل على البنات وناخد من كل واحده قرشين. كره يا بت، وانت هتشحطي عليا ولا ايه؟ ايه في ايه؟ الناس لبعضيها برضو. البنات غلابه زينا، عايزين اللي يساعدهم. بس لو الاقي اللي يسلفهم لي واسدهم له. طب سيبك من البدله، ايه ناقصك تاني؟ البيانيست. انا محتاجه تمرينات كتير قوي وتدريب رقص كتير، وفي كل مرة هيجي فيها هياخد 10 ساخ حتة واحدة. بنتي هتوحى، انتي مش مرة قلتيلي ان انتي قريبة محمد الدبس؟ ينصر دينك يا بنتي يا جمالات. هو محمد الدبس اللي هيقدر يستحملني. ده حتى وحشني قوي هو وجانيت. والله ليكي وحشة يا تحية. ده انتوا اللي ليكوا وحشة كبيرة قوي. بس هنعمل ايه بقى؟ من يوم ما روحنا كازينو الكوبري واحنا بعدنا شوية. مع ان كوبري بديع مش بعيد، الناس بقوا مسميينه كوبري بديع. شفتي بقى الاستاذه بتاعتك مشهوره ازاي؟ عقبالك زيها يا تحيه. بنفسكم معايا ومساعدتكم ليا. قلت ايه يا استاذ محمد؟ هو الدبس يقدر يرفض لك طلب؟ لا طبعا، من بكره الصبح هتلاقيني في صاله كازن الكوبري. كوبري بديع دي فعلا حكايه غريبه. كل شويه تحصل حاجات في السيبه تهلك من الضحك. وانت يا مصطفى بتعمل ايه؟ انا بشتري دماغي وبسيب الحاجات دي لمحمد اخويا. وانا بقى بستلقى وعدي. توحى تعالي يا تعالي. محمد جعفر ومصطفى جعفر. خلاص حفظتهم، ما كانتش مره دي. قولي لي عملت ايه في موضوع البدله؟ والله لسه ما اتصرفتش. هو ده اللي مخليكي ماشيه تايهه؟ سيبك ان شاء الله ربنا هيفرجها. هي البدله دي بكام؟ مدام ميري مش عايزه تنزلها عن 6 جنيه. بسيطه يا طوحة، انا هجيبها لك. لا 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 متشكر. ما تتكسفيش يا طوحة، احنا خلاص بقينا اصحاب، وزي ما بيقولوا الناس لبعضيها. ولا انت مش بنت بلد وما بتحبيش جدعانه ولاد البلد؟
انا ممكن اوافق على شرط تعتبرهم سلف. ماشي اعتبريهم سلف. اسمعي يا توح، رقصة الكاريوكا صعبة شويتين، علشان كده عايزك تبقي مركزة قوي 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 وانتي بتشتغلي. الحركة دايما بتبقى ماشية مع الإيقاع، بنطلع معاها وبننزل معاها في رتم محدد، والغلطة في الحركة بتبوظ الرقصة وبتخلي الرقصة داكور يا توحة؟ داكور يا إيزاك. بيانو. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. اوكي اللي بعده ها باليمين. احسن احسن. اوكي اللي بعده. يلا يلا يا توحة، شاسيه بالشاسيه. يلا 1 2 3 4. ايدك فوق، زقي يا توحة، زقي احسن. راسك ايوه زقي، ايدك فوق زقي احسن. 1 2 زقي ايديك، زقي ايديك، ايديكي فوق راسك، زقي ايدك فوق يا توحة احسن كده، زقي يا توحة ايوه زقي يا توحة احسن. ستوب كده احسن كويس. ايه رايك يا مدام؟ حلو زي القمر يا توحة. يلا بقى الصاله مليانه. مليانه ايه؟ حتى انا جسمي انتلك، ده انا مرعوبه خايفه قوي يا مدام. ما تخافيش انت قدها وقدود، انا واثقه في نجاحك. كان نفسي قوي امي تبقى معايا في ليله زي دي، دي بتحبني قوي، كانت هتدعي لي وتفرح لي. هو انا مش مكفياكي ولا ايه؟ طب ده انت عندي قد الدنيا كلها، انت ما تتصوريش انا بحبك قد ايه يا مدام. طب يلا يا حبيبتي، معاد رفع الستاره قرب، ربنا معاكي. والآن نقدم لكم استعراض كاريوكا. Thank you.
فيها ايه لما ينادولك يا كاريوكا؟ كاريوكا ده ايه يا مدام؟ كاريوكا ده اسم الرقصه، انا بقى عاجبني اسمي. ما هو معنى ان ينادولك باسم الرقصه يبقى انت نجحتي فيها. يا مدام يا مدام، انا اسمي تحيه، مش عايزه حاجه تفسد عليا فرحتي. قصدك ايه يا توح؟ قصدي الولايه الناقصه اللي اسمها نرجس دي. انا المره اللي فاتت عملت لك خاطر، المره دي لو جت ناحيه البدله وديني وايماني لاكون مقطعه من لحمها 100 حته. ما تخافيش يا توح، نرجس مش هتقدر تعمل حاجه. يلا نروح بقى. مش هينفع يا مدام، بس انا اتفقت مع صاحباتي ان احنا نسهر نفرح حب. افرحي يا حبيبتي زي ما انت عايزه. على فكره يا توح، انا فرحانه لك قوي، انا حاسه ان نجاحك ده هو نجاح لي. اهو اكتر حاجه مفرحاني ان انت يا مدام فرحانه لي. طب يا حبيبتي اسهري على كيفك بس ما تتاخريش. لا، ما انا حبات معاهم الليله دي. زي ما انت عايزه حبيبتي. ولا ونجحت يا بنتي يا تحيه، يا بركه دعاكي يا امه، أكيد بتدعيلي للنهار، عشان كده ربنا وفقني ونجحت. لكن دي البداية، يا ترى اللي جاي هيبقى شكله ايه؟ استرها يا رب. انتوا عايزين بنتي ترقص عندكم ولا لا؟ اهلا يا نرجس. انت عايزه البنت ترقص عندك ولا لا يا بديع؟ طبعا يا نرجس، انا ما اقدرش استغنى عن الحريه ابدا. يبقى البنت اللي اسمها تحيه دي ما ترقص. ليه يا نرجس؟ دي تحيه ما بترقصش شرق ولا فرنجي. ما بنتي بترقص فرنجي. ايوه بترقص فرنجي على عيني وعلى راسي، انما مشهوره في الشرق اكتر. من الاخر انا مش عايزه البنت ترقص يا بديع. بقولك ايه، لا انا اللي اقول مين يرقص ومين ما يرقصش. تحيه هترقص رقصتها، واذا كان عاجبك ان بنتك ترقص هي كمان رقصتها اهلا وسهلا، مش عاجبك خدي بنتك ومع الف سلامه. بجد يا جمالات، انا مش قادره اصدق اللي بسمعه منك ده. زي ما بقولك كده يا توح، نرجس مشيت قفاها قمر عيش. يعني المدام خلاص بعتها واشترتك انتي حبيبتي؟ معقوله؟ انا ما كانش فكري ان المدام بتحبني قوي كده. مش بس عشان بتحبك، عشان تستفيد منك يا بت. انت بقيتي نجمه يا اختي، حسي بقيمه نفسك، ما تبقيش هبله. طبعا العصفوره قالت لك على اللي حصل. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي يا مدام. ده حقك يا توح، وانا براهن عليكي وواثقه من نجاحك. عاوزاكي بقى من الليله دي تتجدعني وتشدي حيلك في الشغل كويس قوي، في ناس مهمين جدا جايين الليله دي عاوزين يشوفوكي، عاوزاكي تشرفيني. حاضر يا مدام، من عيني هشرفك. هترقصي رقصه كاريوكا لمده اسبوعين كاملين. الله، ربنا يخليك يا مدام. حاضر، من عيني. ومرتبك يا ستي زاد لستة جنيه. ايه؟ يا دي مصطفى النحاس، يا دي مصطفى النحاس. بعد اذن جلالتك يا مولاي، أنا عندي رأي عايز أقوله. قولي يا حسنين. أعتقد إن وجود علي باشا ماهر جنب جلالتك هو ده سبب الخلاف الحقيقي. صحيح يا حسنين. النحاس بيكره علي ماهر، بيعتبره رجل دسائس وضد الحكومة. كلام مولاتي في منتهى الدقة. مصطفى باشا النحاس عنده قلق إن علي باشا ماهر يستغل وجوده جنب جلالتك كرئيس للديوان الملكي ويقلب المعارضة عليه وعلى الحكومة. طب والعمل دلوقتي؟ لابد من تجنب علي ماهر شوية. عايزين نعمل ايه يعني؟ أعزل الراجل؟ مجرد وقت، مرحلة لحد ما الأمور تهدى. طب ومين هيجي مكان رئيس الديوان الملكي؟ أظن جلالتك مش هتلاقي أفضل من أحمد حسنين باشا. مبروك حسنين باشا، أنت بقيت رئيس الديوان الملكي.
ايه رايك بقى يا سليمان بيه؟ بوب 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 بوب. ايه ده ايه ده يا بدي عجبتيها منين دي؟ دي راقصه رائعه. عجبتك بجد؟ بقول لك هايله، دي فنانه جميله. وسليمان بيه لما يقول فنانه جميله تبقى فنانه جميله. منين دي؟ من سوريا ولا من لبنان؟ مش معليه. انا مؤكرم يا فندم. سليمان بيه نجيب معجب برقصتك قوي يا توح. متشكره قوي يا سعاده البيه. على فكره دي مش مجامله، انت مشروع لنجم كبير قوي خالص. نجم؟ من بقك لباب السما يا بيه. سليمان بيه نجيب، ما دام تنبأ لك انك هتبقي فنانه كبيره يبقى ابشري. سليمان بيه ما بيعرفش يجامل ابدا. الفن ما فيهش مجامله. الفنان يا اما يوصل لقلوب الناس ويشيلوه فوق كتافهم ويوصلوه لسابع سما، يا اما ما يحسوش بيه وينزلوه لسابع ارض. طب استاذنكم انا اعمل حاجه وارجع على طول. اتفضلي يا مدام بديعة. كلامك حلو قوي يا بيه. طريق الفن يا تحيه عمره ما كان ما فيهوش بالورود، بالعكس كله شوك. وحضرتك هتقولي ما انا اتكعبلت فيه. لا انت لسه في اول الطريق ولسه ياما هتشوفي كتير. المهم انك تكوني مصره على انك توصلي. ان شاء الله هتوصلي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس حاسه اني مرتاحه لحضرتك قوي يا بيه. انا كمان يا تحيه حاسس اني بعرفك من زمان، او كنت بدور عليكي من زمان زمان قوي. تدريب يا سليمان بيه. هي فعلا هايله يا هزاع، فعلا هايله. شوقتوني اشوف البنت دي. لا 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 لا، شيء غير طبيعي يعني، غير طبيعي. عندها طاقه هايله وبتتعلم بسرعه جدا. بالك انت البنت دي لو سمعت الكلام كويس هتبقى نجمه في وقت قصير جدا. دي بقت نجمه فعلا، دي بقى لها 3 اسابيع بتقدم رقصه كاريوكا بنجاح غير عادي. 3 اسابيع؟ البرنامج عند بديع ما بيزيدش عن اسبوعين، بالموسيقى بالغنى برقصاته بكله. بديع عمرها ما خلت اي استعراض عندها يزيد عن اسبوعين الا رقصه كاريوكا. لسه تحيه بترقصها وهتكمل كمان، والناس بتستناها وبتجيلها. انت لازم تشوفها. هي اسمها ايه؟ اسمها تحيه، تحيه محمد. لكن معظم الناس دلوقتي بيندهوا لها كاريوكا. كاريوكا؟ ما تنادينيش بالاسم ده تاني، ما بحبوش. يا اختي هي جت عليا، ما كل الناس بتقولك يا كاريوكا. حرام عليكوا، ده اسم رقصه يا عالم. انا اسمي تحيه محمد. والحمد لله يا توح انك اشتهرتي بيها وبقيتي تقدميها مرتين في اليوم، ماتيني وسواريه. الناس هتتجنن عليكي، ما فيهاش حاجه بقى لما حد يقولك يا كاريوكا. عارفه يا ريتني انا اشتهر برقصه اسمها بطيخه ويقولوا لي يا بطيخه. خلصيني، كنت عايزاني ليه؟ والنبي نسيتيني كنت جايه ليه. المدام عايزاكي تروحي لها في اوضتها. عايزاني ليه المدام؟ مساء الخير يا مدام. مساء الخير يا توح، تعالي ادخل. حاضر. قالوا لي ان حضرتك عاوزين. ايوه يا ستي، عايزاكي. خير يا مدام. انا عاوزاكي ترقصي رقصه كاريوكا. ما انا برقصها هنا كل ليله يا مدام، ده احنا في الاسبوع الرابع. انت بترقصيها في الصاله، لكن انا عاوزاكي ترقصيها في الكباريه. كباريه؟ لا ما اقدرش يا مدام. ليه بقى؟ ان شاء الله. انا برقصها هنا مرتين، عايزه انا اروح ارقصها هناك لثالث مره. طب وفيها ايه؟ ما انت بترقصيها بقالك كام اسبوع. خلي عندك دم يا توح. حلي تهدي يا مدام، ده كده تعب عليا قوي. تعب؟ انت شفتي فين التعب يا حبيبتي؟ ده انت لسه بتقولي يا هادي. امال لو ما تعبتيش في عز شبابك هتتعبي امتى؟ يا مدام افهميني بس. مش هفهم حاجه. ولا عاوزه تقولي لي لا يا توح؟ وانا اقدر يا روح وقلب عينين توحه؟ انا مش عارفه انت عامله لي ايه، والنبي انت عامله لي عمل. ايوه كده تعادلي. ايه هتفضل كده كتير؟ ايه عايزاني اعمل ايه؟ اي حاجه جديده. انا خلاص يا انطوان مليت. خلاص يلا بينا نرجع مصر. نرجع مصر. ايه بقى، خدك الحنين ليهم ولا للكباريهات؟ حاسبي على كلامك معايا بيبا من فضلك. انا ما غلطتش يا انطوان، انا بقول الحقيقه. انت كل ليله من كباريه لكباريه لدرجه اني خلاص ما بقتش عارفه اشوفك. هو انت اصلا فاضيه لي يا هانم؟ ما انت اللي مهمل فيا. طب خلاص خلاص اسكتي، اعملي لك قفله، انا مش عايز اسمع صوتك. لا مش هسكت يا انطوان، ولو عايز ترجع مصر اتفضل ارجع مصر. روحي ترمي في حضن البنات في الكباريهات من تاني. ما انا ناسي انك تربيت بديعه، تربيت كباريهات. طالب. طالب.
صناعة النجوم يا توحة فن. النجم مش بس لازم يكون فاهم في كل مجالات الفنون، لا، لازم يكون فاهم في كل مجالات الحياة. لا أنا في عرضك، فهمني، أنا مش قدك يا بيه. باختصار شديد يا توحة، علشان تبقي نجمة لازم تبقي فاهمة في حاجات كتير قوي. خلاص يبقى عرفني. سيبي لي نفسك. أسيب لك نفسي يعني إيه؟ لا، تسيبي لي نفسك يعني تثقي فيا، وأنا أوعدك إني هعلمك كل حاجة. ها؟ قلت إيه؟ ربنا يعلم أنا مطمنة لك وواثقة فيك قد إيه يا بي. وأنا أوعدك إن أنا مش هبخل عليكي بأي نصيحة. كتر ألف خيرك. طب حس كده بقى، يلا بينا ناكل عشان نروح في حتة نقعد مع بعض ساعتين كده لوحدنا. لوحدنا يعني إيه يا بي؟ وبعدين بقى، إحنا مش اتفقنا إنك تثقي فيا؟ يا قوة الله، كل دي كتب؟ اوه، ولسه في كتب ياما كمان. وانا حقرا الكتب دي؟ اهم حاجه تكوني بتعرفي تقري وتكتبي. شاطره جدا في القرايه والكتابه وعجبك، ولسه كمان فاكره شويه انجليزي على شويه فرنساوي من اللي اتعلمتهم في مدرسه السبع بنات في اسماعيليه. هايل، عظيم، اهو انت كده ريحتيني. بس انا بقى ما اقدرش اقرا الكتب دي كلها. ومين قال بس انك هتقري الكتب دي كلها؟ انا في الاول هديكي كتاب ولا اتنين من دول، بعد كده كل شويه هديكي كتاب عشان تقريه. وليه قرايه الكتب بس؟ هو انا هشتغل خوجه؟ ده انا رقاصه. ها؟ وبعدين احنا مش اتفقنا ان احنا نسمع الكلام؟ تعالي اقعدي هنا. شوفي بقى يا ستي، الرقاصه علشان تبقى رقاصه متميزه لازم تكون بتعرف تقرا وتكتب ومثقفه كمان. ومن بكره هتبتدي الدروس بتاعتك في الباليه كلاسيك. باليه كلاسيك؟ ودي ارقص عليها ازاي دي؟ كومو؟ جوليت، انطوان رجع. انطوان مين؟ انطوان، انطوان ما يرجع ولا يتحرق، انا مالي. كنا بنقول يا محمد يتحرق. يتحرق ايه؟ ده راجل زي القمر وما فيهش حاجه تتعيب، وبقى مسلم يعني جوزي. حد برضو يرمي نعمه ربنا كده برضو في الارض؟ يو يخيبك، مش هتكلمي نفسك يا جمالات. تحيه، انطوان رجع. تحيه. انطوان مين يا بت؟ ابن اخت المدام، رجع دلوقتي. ما يرجع ولا ما يرجعش، انا مالي. ايه ده؟ هو انا بس اللي ملهوف عليه؟ طب ان شاء الله مع ان امه رجع. انت شكلك كده اتجننتي يا بت. انت يا بت، انت اللي اتجننتي رسمي. ايه يا اخت الرقصه اللي انت بتتمرني عليها دي؟ رقصه كلاسيك اوامر سليمان بيه نجيب، ده الحصه بخمسه جنيه حته واحده. وانت هتقدري تدفعي في كل حصه خمسه جنيه؟ سليمان بيه هو اللي هيدفع. وهو ليه بقى ان شاء الله بيدفع لك؟ مش عارفة والله يا جمالات، بس يمكن يعني بيدفع لي عشان عايز يساعدني لوجه الله. مفيش حاجة يا حبيبتي في الزمان ده لوجه الله. فوقي نفسك يا توحة، الناس بدأت تتكلم. قطع لسان اللي يتكلم، أنا ماليش في الغلط، أنا واحدة مركزة في شغلي وبس. يا حبيبتي أنا عارفة، غيري ما يعرفش. يعرفوا بقى ولا ما يعرفوش، أنا ما يهمنيش حد طالما أنا ماشية صح. خالتي أنا عايز أقولك أنا آسف. تشوف شغلك من بكرة. حاضر. وحسابات المحل تشوفها بقى من الليلة. حاضر. وتبطل بقى الصرمحه في الكباريهات والقرف اللي انت فيه ده. حاضر. ومالكش دعوه بجولييت، انت في حالك وهي في حالها. حاضر. وما تسيبنيش تاني يا كلب. بص بقى يا بيه. بصيت يا ست توها. تمرينات رقص على مزيكا كلاسيك ما قلناش حاجه. قرايه من الصبح بالليل ماشي. تاخدني معاك الاوبرا اتفرج على عروض انا مش فاهمه فيها ولا كلمه، مفيش مشاكل. بس كل ده بقى كوم، وتمرينات الصوت والسولفيج عند الست مدام راتلي دي كوم تاني. انا ولا طايقاها ولا طايقه تمرينات الصوت والسولفيج ولا طايقه اي حاجه من ريحتها. انا مش مغنيه. خلصت كلامك؟ خلصت كلام. الكلام ده بالصح، تمرينات الصوت دي هتفيدك جدا، لأن الفنان لازم يستغل كل إمكانياته. وبعدين الرقاصة كمان لازم يكون صوتها حلو. فضيت زنقتي ولا حاجة، على الأقل هتعرفي تغني أو تأدي صح. هو ده الكلام الصح يا جماعة. عمري ما هقدر أغلبك يا بيه. إيدك. إيه؟ مفيش حمد لله على السلامة يا جولييت؟ في ناس كده،
ما تستاهلش حتى السلام. انت زعلانه مني؟ ها انا ما فيش حاجه بيني وبينك اساسا عشان ازعل او ما ازعلش منك. انا عارف يا جولييتا ان انا كنت قاسي عليك. قاسي عليا؟ ما تحطش في بالك، ما تفرقش مين قاسي ومين حنون. اللي بيننا كان كبير جولييتا. ده كان، بس دلوقتي ما فيش حاجه بيننا، ولو هتفضل في المكان ده يبقى تنسى انك كنت تعرف. ده احنا اتغيرنا بقى. اتغيرت. انا بجد مش مصدق. لا صدق، انا بقيت واحده تانية خالص غير اللي كنت تعرفها. جولييتا بسهوله كده تنسي انطوان؟ انطوان مين يا عيني؟ ده كان في منه وخلاص خلص. خلص الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بلد. وحشتني قوي والله. وحشتني موت. انت عارف انا الوحيده من البنات اللي كنت زعلانه جدا ان انت مشيت، وكنت مستنياك تيجي بفارغ الصبر والله. انا عارف جمالات قد ايه انت انسانه طيبه. طيبه مش عبا، انت عارف قلبي ده والله كله حنيه وطيبه لكل اللي انا بحبهم، بس يا رب يحسوا ان انا بحبهم بجد، بحبهم بجد. بتحبيهم بجد؟ طيب بقول لك جمالات، ما تيجي نطلع نشرب حاجه ساعه؟ وبيرة والله لو تحب. بيرة؟ ليكي في البيرة؟ هتبقى ليلة كبيرة. مالك يا توحة؟ في حاجة مضايقاكي؟ مش عارفة أجيبها لك إزاي يا مدام. خير؟ قلقتيني. أصل أنا عايزة أروح أقعد مع البنات في البنسيون. بنسيون؟ بنسيون ليه يا توحة؟ معلش، أصل أنطوان راجع البيت ومش هينفع. طب ما الفيلا واسعة وتسع من الحبايب ألف، على الأقل أوسع من البنسيون. معلش يا مدام ما تحرجنيش، مع البنات هيبقى أحسن لي، خليني على راحتي. خلاص هتسيبيني يا توحة؟ أنا ما أقدرش أبعد عنك، بس يعني هما الكام ساعة اللي هروح أنامهم مع البنات وبعد كده هرجع وبس. على العموم يا عز عليا انك تسيبي بيتي، لكن مادام دي رغبتك خلاص على راحتك، ما باليد حيله. يعني انت مش زعلانه يا مدام؟ لا مش زعلانه يا كريوك. اهو كده بقى هزعل منك. ولا تزعلي يا تحية. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك يا ست الكل، عن اذنك. دوحه. نعم يا مدام. خلي بالك منها. ما تخافيش، توحة بنيت راجل. ما انا عارفة. مع السلامة توحة. الله يسلمك. تربية بديعة. هي من امتى وهي مع محمد جعفر؟ من زمان قوي، من ساعة ما انت مشيت. ومش محمد جعفر بس، ده في غيره كتير قوي. كده؟ واكتر من كده بكتير، نسوان هايفة. بس انا بقى غيرهم خالص، انا ما احبش النوع ده من الستات. انا اللي اقعد وشي في وشه احبه والزق فيه، حتى لو اداني بالشلوت الف وارجع تاني. انا الحقيقة مش عارف ازاي جمالات، يعني ما كنتش واخد بالي منك قبل كده. كنت أعمى يا حبيبي، والحمد لله بقى إن أنت فتحت قبل ما الحب الحقيقي ده يضيع من إيديك. أنا لازم أخد بالي. بقولك إيه؟ أنت معجب بيا بجد مش كده؟ طبعًا كده يا جمالات. أموت في كده، وأموت في طبعًا برضو. جمالات! تحية! تعالي يا حبيبتي! دي تحية صاحبتي ونجمة الفرقة دلوقتي، أنطوان يا توحة. أنت بقى الكاريوكا اللي بيقولوا عليها؟ إيه؟